أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بسلا قرب العاصمة الرباط على تدشين المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بطاقة استقبال تبلغ 250 سريراً، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم. وستمكن هذه المنشأة الصحية الجديدة التي ستستفيد من خدماتها ساكنة يزيد تعدادها عن مليون نسمة من ضمان مزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط الذي يعتبر مشتلاً للكفاءات ومنشأة للبحث الطبي ذات بعد وطني. وسيساهم المستشفى المزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية في تقريب الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين الذين سيصبحون غير ملزمين بالتنقل للرباط من أجل إجراء عمليات جراحية معقدة أو معالجة بعض الأمراض المستعصية. هو مستشفى ديال 250 سرير معد بتجهيزات ذات تكنولوجيا عالية غيساهم لا محالة في رفع مستوى ديال الخدمات، خدمات ذات الجودة، لا من استقبال ولا كذلك من تكفل بالأمراض من خلال 22 ديال التخصصات، تخصصات طبية وتخصصات جراحية أيضا. هذا المشروع الكلفة ديالو تجاوزت 330 مليون ديال الدرهم، وهذا تقريبا ثلث ديالها كان تهم المعدات اللي هي معدات من تكنولوجيا رفيعة. مستشفى من الجيل الثالث ديالنا، وغادي يجر وغادي يرفع من المستوى ديال الجودة وديال الخدمات الاستشفائية اللي غتكون عندنا في الجهة. هذا مستشفى فيه 22 اختصاص، غادي يكون فيه تقريبا ما يفوق على 100 اختصاصي و 230 ممرض. سبيطار زوين وجانا قريب كل شيء مزيان. هو في حقيقة المستشفى هذا قرب علينا الطريق، حنا ساكنين في سلا جديدة، ونشكروا المسؤولين على هذا المستشفى هذا اللي داروا فيه، ونشكروا سيدنا، وحنا جانا قريب لأن تمشيو جا للسويسي جا الرباط ما بعيد علينا، وهذا السبيطار هذا قريب. التفاتة ملكية كبرى أن صاحب الجلالة أنه هب علينا هذا المستشفى الذي غيقرب لنا بزاف الخدمات الصحية ديال المدينة سلا الجديدة والقرية، فهو التفاتة زوينة بالنسبة ليا، والتفاتة للشباب مساعدة باش يخفف عليهم من الضغط اللي كاين في المستشفى السويسي.